السلام عليكم، معكم محمود بيرفي سنيج. أول يوم جليد لعام 2021، خلاص خلص الصيف، خلص الخريف، وادينا اهو بينزل علينا التلج، غرقنا. مش عارف التلج باين ولا لا، بس اكيد شايفين العربيات والتلج اهو بتاعه، العربيات اتكست بالبتاع. المهم بمناسبة الجليد، مش هنقعد بقى، ان الجليد وريته لكم 4000 مرة في الفيديوهات قبل كده. بصوا كاسد تماما، يعني لسه شهر اكتوبر ما خلصش. المهم بمناسبة البرودة، هل تعلم يا اخي الكريم ان السقعة في مصر اكتر من روسيا؟ تقول لي ازاي يا عم انت بتهزر؟ لا ما بهزرش، فعلا السقعة في البيوت المصرية اكتر من البيوت الروسية. هديك مثال، لما تتجوز كده واحدة اوكرانية مثلا او روسية، ومراتك الاوكرانية متعودة على تدفئة في البيوت، بينما احنا في بيوتنا مثلا في مصر والوطن العربي مفيش الكلام ده. يعني انت في الشتاء اقعدي جنب، تقول لك انا سقعانه مثلا، البسي روب. طب راسي سقعان، البسي زعبوط، البسي لكلوك، البسي شراب. طب لسه سقعانه، اقعدي جنب الدفايه. طب ما فيش حل تاني، لازم نقعد جنب الدفايه. طب اما انام هعمل ايه؟ الكلفتي كويس بس وانت بي كويس. طب تقول له انا هنام بهدومي، ما هم عاده ما بيلبسوش 100 حاجه وهم نايمين، بيبقى البيجاما وخلاص يعني، واحيانا من غير. بس المهم فتقول له انا هنام ده كله. لا ما انا هنام كده، انت ايه قصتك؟ فبيبقى بالنسبه لها الدنيا فعلا اسقع في بلدنا في مصر عن اوكرانيا. فاللي هو يا حاج انت جايبني تجمدني؟ يقول لها ما انت مش قلتي مصر دفا وعايز اعيش في مصر؟ بتقول له انا ما اعرفش ان عندكم شتاء كده، ما اعرفش ان بيوتكم سقعانه كده. طبعا انا لما اتجوز اوكرانيه ولا متجوز روسيه، بس عشان ما حدش يسالني اسئله اكتر من اللي انا بقوله، يعني انا بقول لك على الحاجات اللي هي المعروفه، الحاجات العامه. لكن في احيانا بيبقى في تفاصيل، اسئله فيها تفاصيل حد تاني بقى يجاوبك عليها. او مثلا في مثل عندنا في الفلاحين، ما انا من الفلاحين، انا من القاع بتاع الفلاحين. عارف بتلاقي المحافظه كده بتاعه الدلتا، واحد محافظات الدلتا يعني، وعارف القاع بتاعها، او مثلا محافظات الصعيد، بيبقى في المنطقه الجنوبيه دايما مش عارف ليه بيبقى فيها اللي هي مدن الغلابه او قرى الغلابه. انا بقى من افقر قريه من بتوع الغلابه في الجنوب بتاع المحافظه اللي احنا فيه. فعندنا يقول لك ايه، كل واحد عارف شمس دار وبتطلع منين. يقول لك ايه ده، شمس دار وبتطلع منين؟ يعني ايه؟ يعني كل واحد عارف المصيبه اللي حصل له في بيته وحلها ايه، او يعني هو ادرى بالحل مهما انت تحاول تقول له لا بص انت لو جبتها كده تبقى تمام. احنا بننصح كده نصايح من على الوش اللي بتوجهك في البدايه، لكن خلاص انت غرزت، ما حدش بيعرف يطلع حد غرز في المحيط. لا هو بص يعني هو اول بيرفي سنيج، اول جليد ينزل السنه دي، او اول جليد ينزل في الشتاء ده، ولكنه واضح ان هو جامد يعني، جاي بقوه، وشكله مش هيمشي بالهدوء بالهداوه يعني، هيقعد كام يوم. المهم الحاجه الثانيه اللي عايز اقول عليها، غير ان مصر اسقع من روسيا واوكرانيا، احنا في اوكرانيا وروسيا لما بينزل علينا التلج بنلبس بقى ايه، بلطو حقير زي ده. لا بلطو كده اللي هو ما يدفيش غير درجة حرارة زيرو، لكن ناقص 3 ناقص 4 تلاقي نفسك قفست كده وعايز كوفية وبتاع. يعني انا لابس اللبس ده مخصوص علشان اقول الكلمتين دول في الحلقة دي، ان جاكيت الجلد ما بياكلش. يعني كان لو كان عندي جاكيت جلد دلوقتي كنت لبسته وعملت بيه حلقة برضه. لكن لا جاكيت جلد اسود تلبسه في الشتاء، ولا بلطو زي ده. البلاطي دي بتبقى لما الجو يبقى جاف، ما فيهوش مطر ولا جليد، علشان الجليد هيسيح وهيخترق وهيسقعني جوه. ده صوف مثلا، فانت هتلبس بلطو صوف والجليد بينزل كده، هتتكيف يعني زي ما الكاميرا اتكيفت كده. المهم فنخلي بالنا واحنا يعني بنشتري او بناخد الحاجات الشتوي، يعني انت هتشيل وزن كبير على الفاضي. الحاجات دي خريفيه، اللبس ده حتى الخريف احيانا ما بينفعوش اللبس ده اللي هو البلطو اللي زي حالتي ده. انا بلبس البلطو ده لما تبقى الدنيا جليد،
وعارف وفي حاجه مثلا فورمال ولا حاجه، انت رايح مشوار فورمال ومحتاج تلبس حاجه شيك، بتسيبه مثلا في العربيه او في المكتب وتلبسه على حاجه تقيله اصلا عشان ما تسقعش رقم واحد، وتاني حاجه بيديك شياكه، بيبقى ملبوس على بدله او على قميص ببلوفر مثلا حاجه زي كده، فاللي هو فيه تدفئه من تحت اصلا، لكن هو بيدفي لا تدفئته ضعيفه. بالاضافه هو ممكن تبقى حاجه شيك وغاليه وانا عارف، وخالك جايبه لك من لندن على عيني وعلى راسي، ولكن هيدفيك؟ لا، هيعرك ويبهدلك ويخليك ماشي عامل كده. انا دلوقتي عشان بس درجه الحراره ما نزلتش جامد، فانا يعني بمشي براحتي مش سقعان قوي يعني، ولكن في الطبيعي انك شوف حاجه تغطي. بص بقى الدنيا على الكاميرا ايه، اتشوحت، حاجه تغطي رقبتك وراسك ودانك، تسيبش نفسك سقعان للحظات ولا كف ايدك. السقعه ممكن ما تحسش باثرها دلوقتي، بعد 10 سنين 12 سنه هتبتدي في اجهزه في الجسم تشتكي. قبل ما الاجهزه ما تشتكي، اشتكيها انت الاول، اشتكيها لدولابك، يا دولابي انا عايز ادفع حاجه فيك. قبل كده كنت اقول لك ما تلبسش 100 حاجه فوق بعض، واشتري جاكيت مظبوط يدفيك تمام، لكن في ناس قالوا لي ما تضمنش ان المقدره الماديه عند الكل او الذوق يعني بتاع الكل ينفع، او انهم يلاقوا المحل اللي فيه الجواكت اللي هي بسعر كويس بس بتدفي كويس. فقلت ماشي، البس كل اللي عندك بس يكون بدفي، بيدفي يعني كويس. فالبس 5 حاجات فوق بعض، بس ما تسيبش نفسك سقعان. انك ما تسيبش نفسك سقعان عندي اهم من انك شكلك يبقى مش تمام، شكلك يبقى مش شيك، مش عارف ايه، ما يهمش. المهم ان انا ما اسقعش، ما مرضش، ما جيش بعد 10 سنين اشتكي، لحد ما ربنا يكرم واجيب هدوم مظبوطة اللي هي راق واحد بس بيدفي 100 100. وكانت دي حلقة النهاردة مع الجليد الاول في روسيا. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.